السيد النائب المحترم. هو فين؟ هو ويجب اولا الاقرار بان الحمد لله بلادنا لها لها واحد المكسب اللي هو البرنامج الوطني لتدبير النفايات اللي وصلنا في المهنيه وفي الجمع ديال النفايات الى 80%. اليوم السؤال المطروح، واش غنبقاو نطمروا النفايات اللي هو اليوم في العالم ذهب؟ انا كنقول ذهب، كندفنوا الذهب. لهذا اليوم اشتغلنا باليتين، درنا البرمجه والتخطيط. اليوم عندنا مخطط على اساس ان ثلاثه المراكز فقط اللي هي ديال التثمين غنمشيو ل 50 مركز، وبالتالي هذا عمل تشاركي على المستوى الحكومي، ماشي فيه غير حنايا، وكذلك مستوى تشاركي مع الجامعات الترابيه باش نوصلوا لهذا ان شاء الله. لا الاشكاليات القنيطره، الدار البيضاء، مجموعه الاشكاليات على الصعيد باش نعزوا المكاسب وكذلك نقلصوا واحد الاشكالات اللي كاينه بيئيه على المستوى الترابي. غادي درنا مواكبه تقنيه على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، مكاتب دراسات غتواكب الجامعات الترابيه باش نسرعوا هذا المخطط يتنجز ونمشي وما نبقاوش ندفنوا النفايات، ما نبقاوش ندفنوا النفايات اللي هي ذهب للعالم كله، وصل انه يستثمرها وتولي واحد الورش. شكرا السيده الوزيره.